نؤكد للصهاينة وللولايات المتحدة شركتهم في العدوان بأن ما عجزوا عن فرضه في الميدان لن يأخذوه بمكائد السياسة. وإن أي مرونة نبديها في التفاوض حرصاً على دماء شعبنا ولوضع حد لآلامه الكبيرة وتضحياته الجسام في حرب الإبادة الوحشية ضده يوازيها استعداد للدفاع عن شعبنا، وإن التهديد بارتكاب مجازر جديدة يجدد التأكيد على طبيعة هذا العدو بجيشه النازي الذي يمثل أحد أحط الجيوش التي عرفتها البشرية في تاريخها. ما زال نحو 700,000 من مرابطي شعبنا الأبطال ثابتين في أرضهم في شمال غزة. المساعدات قاعدة بتنزل على اليهود، رايحة باتجاه زكيم وعسقلان و... يعني حتى لما بتنزل على الشمال بتقع عشان بتقع عندهم أولاد اليهودية.